ادعمونا بلايك واشتركوا في قناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. بسم الله ولا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو حمص يوم الثلاث يوم 25/1/2022 ومعاكم قناه المواشي اليوم. وتعالوا نشوفوا البقر العشر والوالد واللبن. صباح الخير يا عم الحاج. نتعرفوا بيك. محمد عيد السيد نعيم ابو سعد. محمد عيد السيد نعيم محمد سعد. منين يا عم الحاج؟ مركز ابو حمص محل كوم القناطر. كوم القناطر ابو حمص. بسم الله ما شاء الله. والده وراه ذكر ولا انتي؟ والده وراه تاي. بسم الله ما شاء الله. يا فين تاي؟ اهي بالتاي. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عمرك قد ايه يا حاج؟ ايوه نتادي 15 يوم. 15 يوم بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. عمرك طب كسر حاجه البقره دي؟ كسر اربعه يا كسر اربعه. اللهم صل على النبي. فيها قد ايه حليب طيب؟ 8 و8 بسم الله ما شاء الله. يا جماعه الحلبات اهي. اللهم صل على النبي. 8 و8 يا جماعه. الاربع حلبات بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. على المال واصحاب المال يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طب عامله كام الله وكيل يا عم الحاج؟ محتاج 31 يا حاج. 31؟ اه 31. الله يبارك للمشتري. الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك له يا حاج. 60000 بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. من بعد 31000 الحاج ماجد عنده مزرعه برضه اهوت. لو انت هتعرف تعمل راسنا يا حاج. صاحب مزرعه. بسم الله ما شاء الله على المال واصحاب المال يا جماعه. اللهم صل على النبي. على البقر الوالد يا جماعه في سوق ابو حمص النهارده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. الحليب بينزل لوحده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير يا عسى. صباح الفل. عامل ايه يا غالي؟ وراه ذكر ولا انتهى؟ انتهى. عمرك قد ايه طيب؟ 10 ايام. 10 ايام بسم الله ما شاء الله. طب كسر حاجه البقره دي؟ قفل على الاول. بسم الله ما شاء الله. فقد ايه لبن طيب؟ 8 لبن. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. جرب الحلبات كده هس وقفل. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انا جاي لك اوحال. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. جرب الحلبات كده. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي يا جماعه. الحلبات اهي الاربع حلبات حنفيات لبن يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طب عامله كام الله وكيل؟ الله وكيل عامله 30 الا 200. 30 الا 200. كسر حاجه؟ قفله على الاول. قفله على الاول. اللهم صل على النبي. 30000 الا 200 يا جماعه. اللهم صل على النبي. ورا انت عمرك قد ايه قلت؟ 10 ايام. 10 ايام. طب موجوده ولا؟ موجوده هناك على الجلس. على الجلس هناك. ماشي. بسم الله ما شاء الله. طب معاك رقم تليفون؟ كام طيب؟ 012 87 3 3 3 3 4 7. اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. شكرين يا غالي. بسم الله ما شاء الله على البقر الوالد يا جماعة في سوق ابو حمص النهارده. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نافع. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. وراه ذكر ولا انت يا عم الحاج؟ اربع ايام. بسم الله ما شاء الله. عمر اربع ايام. الله اكبر. اربع ايام. اللهم صل على النبي. طب فوق قد ايه لبن يا عم الحاج؟ يا صباح الخير يا عم الحاج. 6 كيلو. 6 كيلو لبن يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على الضر والحلبات. الله اكبر. طب الله وكيل عامله كام يا عم الحاج؟ تشتروا فيها 27. تشتروا فيها ب 27؟ 27 26. 27 26. متشكرين جدا يا عم الحاج وصباحك ابيض. الله يبارك له. بسم الله ما شاء الله على البقره يا جماعه في سوق ابو حمص العشر النهارده. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا معلمي. صباح الفل. صباح العسل. نتعرفوا بيك. عبد اللطيف الفيوم. عبد اللطيف الفيوم من ايه؟ من سنتوان. من سنتوان. تبع ايه طيب؟ تبع مركز ابو حمص. تبع مركز ابو حمص. الله يبارك لك يا معلمي. صنعيه ايه طيب؟ عشر ثلاثة ولبن. فقد دي لبن طيب؟ ثلاثة أربعة لبن. بسم الله ما شاء الله. ثلاثة أربعة لبن. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. 3 4 لبن يا جماعه. حلبات ايات والبقره. بسم الله ما شاء الله. كسره حاجه طيب؟ كسره 6. كسره 6. بسم الله ما شاء الله. طب عامله كام الله وكيل؟ 20000. عامله 20000. الله يبارك لك يا معلمي. بسم الله ما شاء الله. طب ممكن رقم تليفونك؟
011-2 012-2 802 85 6-1 اي حد يتواصل معاك تبع قناة المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. حبيب قلبي صباحكم ابيض ومتشكرين جدا يا معلمين، داركم ابيض ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله على البقر النهارده في سوق ابو حمص يا جماعه يوم الثلاثاء. اللهم صل على النبي. صباح الخير يا عم الحاج. صباح الفل يا ابو الحاج. نتعرفوا بيك. سمير ابو الخاوي. سمير ابو الخاوي من ايه؟ ابو الخاوي تبع قوم القناطر مركز ابو حمص. قوم القناطر مركز ابو حمص. صنعيت ايه البقره دي؟ 23 23. بسم الله ما شاء الله. فقد ايه لبن؟ 3 كيلو لبن يا جماعه. 23. الله اكبر. خسر حاجه طيب؟ خنصر ما سواش لسه. خنصر بتاعها ما سواش. بسم الله ما شاء الله. طب الله وكيل سعرها كم يا حاج؟ الله وكيل. ايوه الله وكيل. الله وكيل 2.5. وبنقول السعر اللي احنا دافعين فلوسه مش السعر هو. ايوه 22.5. ايوه. وعرقكم على الله. عرقنا على الله. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. 22.5 يا جماعه. وعشر 3 وفيها 3 كيلو لبن. بسم الله ما شاء الله. الله يبارك لك. البقره الثانيه دي معاك برضه؟ نعم. ماشي يا حاج. بسم الله ما شاء الله. طب ممكن رقم تليفونك؟ 011-011 51-62 70 44 يعني بيبقى عندك بقر من دي عشر ووالد برضه ولا؟ موجود يا حاج. واحنا اساس شغلتنا في الحج الذكر، بس البقر دي جايه يعني صدفه معاك. الله يبارك لك. يعني اي حد يتواصل معاك عايز منك حاجه تجيبها له؟ امره يا حاج. الله يبارك لك يا حاج. وصباحك خير. وخدوا بهايم والله، ومن سراج ومن منيا ومن بني سويف ومن سيدي. اتواصلوا معاك يعني على قناه المواشي اليوم. الله يبارك لك. كلمني والله. حبيبي يا عم الحاج، واجعل صباحك ابيض. متشكرين جدا. بسم الله ما شاء الله على البقر الوالد يا جماعه في سوق ابو حمص النهارده. صباح الخير يا معلمي. ايوه ابو الحاج. نتعرفوا بيك طيب. سعيد عوض برجل يا حاج. عم سعيد عوض برجل. اللهم صل على النبي. المعلم الكبير طبعا. والله عوض ما بهدلنا يا عم الحاج. عوض مالكش دعوه. الله يبارك لك. الله يكرمك. ورانتا ولا ذكر دي؟ ورانتا. عمري قد ايه يا عم سعيد؟ 20 يوم. 20 يوم بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طب كسر حي البقره دي؟ قافله على الاول. اللهم صل على النبي. طب فقد ايه الحليب؟ 7.8. 7.8 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله على الدر يا جماعه اهوت والحلبات. الله اكبر يا رايه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله يحمي المال لاصحابه ويبارك للي هيشتري. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. قول له العجله بترضع اهي. اللهم صل على النبي. العجله بترضع اهي. بسم الله ما شاء الله على الحلبات. الله يبارك لك عم سعيد. حنفيات لبن يا جماعه. الله اكبر. الله اكبر. يا راجل شيخ العرب وصلى على حبيبك النبي. الله يبارك لك عم سعيد. وب 29.5. 29.5. 29.5 غير العرق. غير عرقها. الله يبارك لك عم سعيد. 29.5 غير عرقها يا جماعه. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي على المال يا جماعه. شايفين الدار اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله يبارك لك عم سعيد. ادينا رقم التليفون يا عم سعيد. 0100 97 42 880. عم سعيد برجل. الله يبارك لك عم سعيد واجعل صباحك ابيض. اي حد يتواصل معاك تبع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معاه واجب. حبيبي عم سعيد نارك ابيض. اللايك والاشتراك في قناة المواشي اليوم عشان يوصلكم الأسعار يوم بيوم. وأي تجار عندها أي عروض تتواصل معانا على قناة المواشي اليوم. الرقم بتاعنا على الشاشة. أي عروض من أي صارة في أي مكان وأي محافظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى اللقاء.